يقول أسكن مع أمي في بيت ولنا جيران يتاجرون في المخدرات. أسكن مع والدتي في بيت ولنا جيران يتاجرون في المخدرات وأنا أريد بيع هذا البيت وأمي ترفض ذلك، فهل من نصيحة؟ هؤلاء جيران سوء، ما يجوز أن تبقوا في جوارهم، فأنت على صواب في أنك تريد الانتقال من هذا البيت لتبعد عن هؤلاء المجرمين لئلا يفسدوا أولادك ويفسدوا، وأنت على خطر أيضا أنهم يؤثرون عليك، فأبعد عن المجرمين وأقنع والدتك، لأن هذا لا يجوز مجاورة مثل هؤلاء، لأننا نخاف على أنفسنا ونخاف على أولادنا، والبيوت ولله الحمد كثيرة، فأبعدوا عنهم. نعم، هذا إذا لم تقدروا على الإبلاغ عنهم وإبلاغ المسؤولين عنهم للقبض عليهم، إذا لم تقدروا على ذلك.